إننا أمام هذا التغول الإسرائيلي بحق الصحفيين والجرائم المرتكبة بحقهم، نطالب المؤسسات الدولية والمنادية بحرية الصحافة والإعلام بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً تنفيذ قرار 2222 لمجلس الأمن الدولي الذي يحمي الصحفيين. ضرورة ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية على ما ارتكبت على ما اقترفته من جرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية. نطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونسكو ومؤسسة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين من قبل آلة القمع الإسرائيلي.